أما هلأ مشاهدينا لمحطتنا الثانية، ودائما بأوقات الأزمات والمناسبات الدينية والأعياد بيزداد وجود وجهود الجمعيات الخيرية التطوعية الإنسانية يلي بتسعى لفعل الخير ومد يد العون لكل المحتاجين بمحافظات السورية اللي عم يمروا بظروف اقتصادية مادية معيشية صعبة. بيحاولوا أنه يساعدوهم بأبسط الإمكانيات، يعرفوا شو هي متطلباتهم، شو النقص يلي عندهم ويساعدوهم. أكيد هايدي، وضمننا صباحنا غير متعودين دائما نستضيف هيئة المبادرات الإنسانية، وقديش عم تترك أثر حلو إيجابي بين أكيد الناس وبالمجتمع. أكيد معنا فريق جديد رح نتعرف اليوم على جهودهم يلي عم تكون ضمن شهر رمضان الكريم، وأكيد بيسعدنا نرحب بالأستاذة المحامية رولان مشوح مؤسسة فريق رياض الخير، وأيضا الأستاذة لما بدران المسؤولة الإعلامية بالفريق. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا، رمضان كريم. هلا. رمضان كريم علينا وعليكم، صباحكم خير. هلا، أول شيء بنبدأ مع حضرتك أستاذة رولان، خبرينا أكثر عن فريق رياض الخير، إمتى تأسس؟ نحن فريق تطوعي شبابي، عنا فئة عمرية صغيرة بتبلش من 13 لحد 40. أسسنا ب 2020 مع بداية كورونا، لما صارت حملة الإغلاق للمحال التجارية والعالم ما بقى في عالم تقدر تطلع بأوقات معين بسبب الحظر، وفي كتير من العالم هن بيشتغلوا بعقود مو يوم، فهن يعني بيقبضوا قوت يومهم على هاي المصاري يوم بيوم، فهيدول كانوا هن الأكثر فئات احتياجا. هذا سبب من الأسباب اللي خلانا نبلش بين بعض كرفقات وعائلة نعمل السلة الغذائية ونوزع على دول العالم نحن بنعرفهم، ويوم بيوم اتطورنا وصرنا يعني عدد كبير. بعدين ب 2020 كمان بالشهر السادس سجلنا على منصة الجمعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وانطلقنا، وبعدين أخذنا متطوعين، وهلا صار عندنا تقريبا من كل الاختصاصات متطوعين، وصار الفريق موجود بكل المحافظات. أكيد. خلينا نحكي أكثر معك لما عن الجهود اللي عم تكون ضمن شهر رمضان الكريم، عن حملتكم اللي عم تكون، هل هي مطابخ توزيع سلال غذائية؟ تفضل. هلا نحن بالأطلقنا تحدي الخير من 3 سنوات تقريبا، من بعد اول سنه يعني تاسسنا فيها تحدي الخير، اللي هو بيتضمن بمبادراتنا انه مثل بشهر رمضان المبارك نعمل مجموعه خطوات ونمشي فيها، ومنها افطار صائم اللي نحن عملنا فيها. طبعا هي السنه كان مختلف عن السنتين السابقتين لانه في استجد ظرف طارئ اللي هو زلزال، صار في ناس اشد حاجه عنا وانضمت لقوائمنا اعداد جديده، فنحن اضطرينا انه يكونوا معنا يعني بشكل اكثر، نكثف جهودنا وندعمهم بشكل اكبر. تحدي الخير اللي اطلقناه اللي هو من ضمن خطواته افطار صائم، كنا عم نعمل كل سبت افطار صائم، بنوزع وجبات غير السلة الغذائية، وجبات اللي هو نهار السبت على الناس الفقراء والمحتاجين، ومن خلال جولات مجانية. بأي مناطق؟ بكل المحافظات ولا بس؟ طبعا نحن فريقنا بتواجد بأغلب المحافظات السورية، بدمشق وريف دمشق، بحمص وبالسويدة وباللادقية، يعني عم نحاول قدر الإمكان نغطي أغلب المحافظات السورية ونوصل لأكبر عدد ممكن من العائلات. تمام. أستاذة رولان، دائما يعني النشاطات أو المبادرات الخيرية الإنسانية بحاجة لآلية تنظيم معينة، اليوم شو الآلية اللي تبعتوا حضرتكم بالفريق؟ هلا نحن الآلية تبعيتنا، نحن أولا على التصنيف تبعنا نحن أخذين الشريحة الأولى اللي هي أصلا بتشتغل بالأعمال الخيرية والأعمال الاجتماعية، ونحن في عنا يعني تقريبا نقدر نقوم بمبادرات من 5 أنواع، أنه نكون نحن إما داعم صحي أو داعم للتعليم أو داعم للخير. نحن بنأخذين هدول الشريحتين أكثر شيء، بنشتغل إما داعم خيري بنشتغل إغاثة أو بنشتغل داعم صحي، نعمل مبادرات أغلبها مع مرضى السرطان أو مع مرضى القلب، وعملنا كذا حملة لقاح لكورونا. وبالنسبة للإغاثة نحن عنا سلات غذائية برمضان، عنا بعيد الأضحى دائما بنكون عم نوزع لحمة في يعني في ذبح خواريف دائما، بعيد الفطر عنا دائما برنامج خاص بالأطفال، يعني إما كسوة إما ألعاب. نحن الآلية تبعيتنا اللي بنتبعت لك ناخذ الشريحتين، هاي الشريحة تبعيتنا هاي، لكن إن شاء الله نحن فريق رياض الخير ولا دائما كل فرق بتصير إما جمعية أو مؤسسة، نحن رايحين لنصير مؤسسة نقدم هاي الأوراق، فنحن بصير بحق لنا ناخذ شريحتين كمان، فنحن حناخذ تنمية مجتمعية معهم فحنشتغل هذا الشيء خاصة لقطاع الأطفال، ونحن أغلب مبادراتنا أصلا بتكون مع الأطفال. يعني حقيقة هو نجاح مبادراتنا عم بيساعدنا كثير بإنه نحن نتحول من فريق شبابي تطوع على منصة منظمات غير حكومية، بطور انه نصير نحن بطور مؤسسة ان شاء الله.
شاء الله يا رب. طيب خلونا نحكي اكثر هيك عن اجواء الفريق عندكم والتطوع. انتم حكيتوا انه بالمحافظات كلياتها وبلشتوا يمكن قلتوا بال 2022 يعني ما هو وقت كثير كبير لحتى تتوسعوا هيك بالمحافظات كلياتها، فخلينا نحكي عن عدد المتطوعين بكل محافظه، كيف بيتم التنسيق اليوم بيناتكم يعني بين الإدارة الموجودة هون وبين محافظات؟ هلا حقيقة استجابتنا للزلزال كوننا نحن بالأساس فريق إغاثي، يعني بالتوازي مع عملنا الأساسي اللي نحن عم نشتغل فيه هو ساعدنا انه على الانتشار بالمحافظات اكثر، لانه بدك تعملي استجابه طارئه، فيعني اذا كان عندك شخص مثلا شخص او شخصين او ثلاثه بمحافظه ثانيه بدهم يعني تتكاثف الجهود مشان نقدر يعني نلبي هاي الاستجابه. نحن يعني كنا بالعشرات مبلشين، بعدين ومثل ما تفضلت الاستاذه نحن من الفئه العمريه الصغيره عندنا لحد ال 40 مقامين كثير بالفئه العمريه الصغيره، في عندنا عدد صغير عدد منيح منهم. شو اصغر متطوع عندكم اليوم؟ صف ثالث متطوع عندنا. اي بتلاقيه عايش الاجواء كثير. شو المهام اللي عاطينه اياها هو بالمطبخ؟ يعني هو حذري شو انه نحن اللي عندنا هدول الاطفال هن بتحسيهم اشطر واسرع الصراحه، يعني صح عم يشتغل اي شهلين هن صح. هلا نحن مثلا بيلزقوا الستيكرز تبع الفريق على الاكياس او على العلب، بيقدروا مثلا انه ينقلوا بيناتنا الاغراض مثلا مطرح، يعني هن المهم انه هن عم يشتغلوا، عرفتي شو؟ بيعرفوا يرتبوا الاغراض مزبوط، وطبعا اهم شيء يطلعوا على الجوله الميدانيه، يعني لازم يشوفوا العالم، واهم شيء انه هن يعطوا العالم بايدهم، هي هن بيعتبروها قمه المساعده انه هن قدموا شيء. بس في شغله قلتي نحن بال 2022 20 انا خربطت. اي تمام، لا نحن بال 2022 هي السنه الرابعه، يعني تقريبا هي السنه الرابعه. نحن كان عندنا في فريق حلب نسيته لما هلا فرق المحافظات، نحن اغلبهم كانوا معنا هن بالشام، الصبايا مدربين معنا هون، لكن كانوا عم يدرسوا بالجامعه فالاغلبيه رجع على محافظاته. وخلال الاستجابه الطارئه لما كان في اكثر من يعني محافظه تضررت، فكنا نحن كونه فريق اغاثي عاده بننزل اول شيء على الارض، فهن الصبايا دغري انطلقوا بهذا الموضوع وشكلوا هنيك بين اصدقائهم او حتى اسرهم وانطلقوا اخذوا نفس البرنامج، كونه نحن هون متبعين هذا السيستم اللي بنشتغله. يعني نحن برنامجنا برمضان ثابت، برنامجنا بشهر سرطان الثدي ثابت، برنامجنا بعيد الفطر وعيد الاضحى ثابت، نحن يعني بس لما بيكون في شيء طارئ بنغير الاطار الشغل. صحيح. بنرجع لعندك لما خلينا نحكي اكثر، يعني اليوم دائما المساعدات سواء كانت انسانيه او طبيه هي بحاجه لرعي ودعم اكثر، كيف عم يتم اليوم تامين مستلزماتكم؟ عم تشبكوا مع جهات معينه؟ طيب هلا نحن كونا فريق تطوعي وشبابي وانطلقنا من مجتمع محلي، فنحن دعمنا من مجتمع محلي ايضا، فطبعا تلقينا كثير تبرعات من اهالينا من رفقاتنا من الناس المحيطه فينا، ويعني الدعم يعني اول باول، في متبرعين دائما يعني دائما بضلوا بيجوا بيتبرعوا عنا، وكلياتهم يعني انه مجتمع محلي. هلا بالنسبه للامور الطبيه كنت عم تسالي، لما نحن الحالات اللي بناخذها اولا هي حالات بسيطه، يعني نحن ما فينا ناخذ بصراحه عمليه مثلا 70 مليون ابدا، لكن نحن هون دورنا بيكون حتى بالاجارات نحن عباره عن صله وصل ما بين المستفيد او المتبرع، عرفتي كيف؟ بس بطريقه انه نحن بنخدم المستفيد اللي نحن بنعرف انه هو فعلا بحاجه، فبنزل اعلان على صفحاتنا الشخصيه مثلا، بيجي احد المتبرعين وبننزل نحن بنرافقهم على المشفى او على كذا، يعني حتى بيدفعوا بايديهم، عرفتي شو؟ بيحصلوا على وصل بقيمه التبرع، ونفس الشيء بالنسبه لعقود الاجار، بينزلوا معهم على المحافظه وبيثبتوا لهم عقد الاجار وبيعطوهم القيمه. طيب باي عمل اليوم، وخصوصا انتم عم تتعاملوا مع فئات مختلفه ومثل ما ذكرنا خلال الحديث متوسعين بمختلف المحافظات السوريه، شو الصعوبات اليوم بتواجهكم بالعمل؟ هلا كثير والله هو في صعوبات، يعني اوليتا مثلا انه نحن كفريق تطوعي بتلاقي، خلينا نحكي على الشركات التجاريه ابتداء، ما كثير بترغب تعطي مثل ما بتعطي مؤسسات او جمعيات، عرفتي؟ مع انه يمكن نحن اشد احتياجا نكون جمعيه لها اركان او المؤسسه لها اركان ثابته وعندها تمويل اصلا ثابت، المؤسسه ما حتصير مؤسسه الا اذا كان عندها تمويل حاططه وعم تشتغل عليه. فهذا رفض بنلاقيه اول شيء. غالبا نحن كثير حركتنا اضيق، لانه نحن بس عملنا مبادرات، عرفتي شو؟ يعني نحن كل مبادره بمبادرتها بنقدم عليها موافقه، وبتكون مثل ما قلت لك بتاريخ معين بفتره معينه، رمضان، شهر 10، شهر الورد، يعني دائما بده يكون في بيسبق هذا التاريخ. لهذا السبب نحن بالمحافظات مثل ما قلت لك، لو نحن لحد الان المجتمع المحلي بصراحه وهن اصدقاء جيران رفقات اخوات كذا، هن هدول الداعم الاساسي والاولي، يعني وطبعا اعضاء الفريق يعني اللي لازين لا يقلونا ابدا جهد انه يشتغلوا بكل ما اوتوا من قوه. يعني تخيلي حتى باول افطار هيدا السبت
كانوا عم بيقولوا لي ان شاء الله بنفطر 10 اشخاص بس بدنا ننزل، يعني المستعدين ينزلوا اكثر من 60 شخص متخيله انت، وبكل المحافظات بس لو بنفطر 10 اشخاص، يعني لو نحن بدنا نطبخ بايدنا مثلا ومنطبخ ناس انه احنا لازم نعمل افطار صائم ما نلغيها، ونحن بنبلش مبادرات صغيره يعني صار نحن بنلعب صفحاتنا مثل ما قلت لك مثلا مبالغ صغيره 1000 2000 5000 لتتشجع العالم، وبنعمل اشياء بسيطه على قدنا. هلا اكيد كل ما بيجي التمويل اكبر او التبرع اكبر من العالم كل ما بنوزع اكثر اكيد يعني. طيب هي الوجبات اللي عم بتكون يعني يوم السبت لمين عم تروح الوجبات؟ في يعني حدا محدد؟ هلا بالمناسبه بالوقت اللي نحن هلا فيه بالاستوديو يعني الفريق بالمقر المؤقت عنا عم بيجهز الوجبات لانه اليوم سبت واليوم في افطار صائم، واليوم رح يكون في اجواء كبسه اليوم. طيب اليوم وجبتنا كبسه لانه اول سبت عملنا كبه مقليه، ثاني سبت عملنا رز بازاليا، وهذا السبت هي اكلات مكلفه تعتبر اليوم عم نحكي كبه مثلا لانه في ناس يعني بهذا الوضع ما يعني في الى فتره منيحه مو فايته اللحمه على بيتها، فنحن بنحاول نوصلهم لو جزء بسيط او صح. بدورنا بهي الطريقه كثير في تفاعل، كثير في اجواء حلوه، الناس وهي عم تعمل خير حتى اعضاء الفريق كثير بتلاقي في متعب بالشغل لانه عم بيحققوا شيء من جواتهم خلال هذا العمل. طبعا في فئات نحن في عنا قوائم ثابته للمستفيدين لنا دائما بنوزع لهم بكل سبت، هن من ضمن يعني اللي بنوزع لهم، وكمان بنقوم بجولات ميدانيه على طريق بنستهدف فيها عمال الحدائق عمال النظافه او الحراس او يعني الاشخاص يعني بالشارع ميدانيا. تمام استاذة رولان، يعني يمكن مو بس للاطفال عندكم، عندهم فئه كثير كبيره عندكم بالفريق، كمان للسيدات في حصه كثير كبيره، بس بالاوقات الماضيه الاوقات الماضيه يعني احكي لنا اكثر عن المبادرات او الحملات اللي كانت تقام للتوعيه بشهر سرطان الثدي وايضا كمان لمرضى سرطان الاطفال. هلا نحن اول مبادراتنا كانت هي مع السرطان، تمام؟ كنا بمركز الامال عملنا مبادره للاطفال ونشاط ترفيهي بيضمن برنامج معين وهدايا للاطفال، مع شخصيه كرتونيه كانت عم تلعب مع الاولاد، بس طبعا يعني اطفال مرضى السرطان بيبقى استيعابهم قليل فما كثير بياخذ برنامج طويل لانه هن طاقتهم ما كثير بتتحمل بيكونوا تعبانين، بس لكن هيدا النشاط كان النشاط اللي كثير حبوه، ويعني عملنا لهم نحن ذكريات وهدايا بشهر نفسه بمركز الامل برضه بعياده الدكتور حسن اللي دائما هو بيستقبلنا وشريك لنا اساسا. يعني بالسهر الوردي نحن بندعي السيدات اللي هن من الفئتين حقيقه، ان كان المتبرعات عنا او المستفيدات عنا، ودائما في محاضره توعويه بتكون عنا عن مخاطر الكشف المتاخر، اهميه الكشف المبكر. طبعا هو في سنه من السنين كان حقيقه كان موجود في نسبه كثير كبيره، يعني حتى نحن فوجئنا بهذا الكلام، حتى في ناس بتعرفي بالسنه اللي بعدها خافوا بطلوا بدهم يجوا انه منين حيطلع معهم، بس يعني دائما نحن بنقول لهم انه مو شرط كل عقده او كل كتله هي ورميه، عرفتي؟ طبعا هاي المحاضرات بتتقدم بنعمل لهم فحص ايكو، بنعمل لهم فحص ماموجرام، الحالات اللي كثير بيلاقوا فيها خطوره، لا ممكن اذا حدا من يعني من المستفيدات لا سمح الله وصارت معنا بالسنه الاولى انه هي تعرضت لعمليه، كمان مثل ما قلت لكم كنا نحن طبعا هون بصراحه كمان الدكاتره هنا كانوا مشكورين بقلب المركز لانه قاموا بكل العمليه من الاي تو زد يعني وغطوها بدون اي تكاليف، وتم استئصال الورم والحمد لله بعد الناس اكتشفت بوقت مبكر فعلا الحمد لله، يعني تلاحقت الحاله من اولتها ما تطورت يعني وصار انه كانسر يعني متطور. يمكن هذا هو الهدف من التوعيه، هيك ولو سريعا رساله بتحبوها توجهوها لاي شخص اليوم او اي رساله بتحبوها؟ تفضل. وجه انا؟ تفضل. اول شيء انا بدي اوجه الشكر الكبير لكم على استضافتكم. اهلا وسهلا. وجه الشكر كثير كثير كبير لفريق رياض الخير اللي كثير هن بيتعبوا بهيدا الشغل لنوصل لهون، واكيد للمتبرعين اللي بعدهم معنا من اول السنه لليوم، وبتشكر كل الناس اللي كثير بتقول انه نحن عندنا ثقه وبتكتب عنا شيء حلو وبتمدحنا، وطبعا بتمنى انه الفريق ينتشر اكثر واكثر ونصير مؤسسه خيريه ونقدر نوصل الرساله اللي نحن بنتمناها. طبعا الشكر الاكبر لكم لاستضافتكم ولتسليط الضوء على مبادرتنا اللي نحن كلياتنا امل بانه تستمر وتكبر اكثر واكثر. شكر لكل شخص تعب معنا وتعاون معنا من جمعيات ثانيه او من شركات تجاريه او متبرعين، وشكر لكل انسان شخص سوري بقلبه ذره خير وبحب انه هالخير يستمر. اكيد استاذه رولان استاذه لما شكرا كثير لكم، نورتوا صباحنا. شكرا لك. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا لليوم. صباحكم.